سعيد المجاد رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية. اليوم عندنا البطولة الوطنية، يعني الجولة الثالثة كنظمها النادي المراكشي للدراجات النارية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية. واليوم احتفال بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء، وكيف ما كتشوفوا الاجواء الحمد لله غاديه في مستوى مزيان. عندنا المتسابقين من انحاء المغرب كلهم، يعني من المدن المغربيه، وجاو يحتفلوا بهذه الذكرى هذه. والله ينصر سيدنا الملك ديالنا محمد السادس. يعني المسابقات اللي عندنا اليوم هما فيهم السيرف موتوكروس والكروس كونتري، يعني الموتوكروس فيها الصنف من الدراري الصغار من 6 سنوات حتى ل 24 سنه، وغادي لي كاتيجوري تاع لي فيتيرون، يعني الناس اللي فايتين 40 وفايتين 50 عام، يعني موهوبين بهذه الرياضه هذه. الحمد لله حتى هما تيشاركوا وشكرا. نعم. الوغ قبل من الافتتاح تاع الجوله الثانيه درنا واحد كنسميها واحد لاباغات، داروا فيها المتسابقين كاملهم، يعني وهزوا الدرابو المغرب احتفالا بالذكرى 46 للمسيره الخضراء. والله ينصر سيدنا محمد السادس. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.